مرحبا يا ربيع. اليوم ريفيو على سحب السيجارة اللي هي من شركة سموك اسمها ترينيتي ألفا. ترينيتي ألفا هذه العلبة، هذه من الخارج العلبة، خلنا نفتح العلبة نشوف محتواها شنو. هذه محتوى العلبة، هاي السحبة، هاي كويلين، بشرح لكم عن الكويلات اللي موجودين وياها. هذه اللي كنت هايب مالها، هذه اليو اس بي شاحن الكيبل يو اس بي، هذه العلاقة اللي حق الجهاز، باقي هذه البطاقة تبع الشركة، بطاقة الضمان. هذه المعلومات عنها، طريقة الاستخدام، كيفية تعبئة البود، كل شيء ذكرنا في هالكتيب. طبعا الجهاز من الخارج تشكيلة حلوة، تفتح البود بهالطريقة. هاي الجهاز من داخل، هاي البود والاير فلو كاب موجودين، نتركب الكويل ان شاء الله نشرح لكم كل شيء عنه. هذه حق التعبية، هالطريقة يركب. طبعا 5 طاقات يشتغل الجهاز على السريع، يشتغل. هذه حق تثبيت الواط، عندك الاس سوفت والان نورمال والاتش هاي. طبعا مصنوع من زينكالوي. هذا المبسم إذا بعجبك تقدر تشتري لك واحد ثاني. وحق الشحن USB. المهم خلنا نشرح لكم عن بخصوص البطارية. ساعة البطارية بتكون 1000 ماه. طبعا وإذا الإضاءة هنا كانت لونها أخضر بيكون الشحن البطاري بيكون من 70% ل 100%، وإذا كان اللون البرتقالي بيكون من 30% ل 70%، وإذا كان الإضاءة لونها أحمر طبعا من بتكون 30%، يعني السحبة بلها شحن. وأثناء تسحب السحبة تولع عندك الإضاءة اللون أبيض. وإذا سحبت أكثر في حماية بعد، إذا سحبت أكثر من 8 ثواني يعطيك الإضاءة 5 مرات، وإذا 4 مرات الإضاءة يعني الكويل ما تركب عدل، والله ما كان هذي يعني مركبة بالغلط يمين يسار، لازم تركب. أشرح لكم الطريقة شلون تركب. وإذا كان 15 مرة يعني الإضاءة كانت 15 مرة ولعت عندك، معناته تكون ان البطارية بلها شحن. وبالنسبة عن هذه الاس اللي قلت لكم اللي هو السوفت والان نورمال والهذي، حتى تضبط الواط. الواط بيكون من 10 ل 25، يعني 10 بيكون اس والان بيكون عادي، و25 بيكون هو الاتش. طبعا احنا نشرح لكم عن البود. البود ساعته 2.8 ملي، والكويلات اللي تركب عليه كويلات اللي في السحبة في العلبة هذين الموجودين. عندكم 1.08 اوم يستخدم ل 16 واط، وعندكم هذه اللي 0.6 اوم يستخدم ل
25 واط. طبعا هذه الكويلات اللي هما يركبون على نفس السحب السيجارة اللي هي سموك نورد. هم كويلات هذه اللي كانوا 104 اوم الكويل يركب على هاي السحبة اللي هي ترينيتي الفا. مقاومة الكويلات عندك من 0.5 اوم الى 3.0 اوم. نسبة على البود كهج الدونكم ناس ما قلت لكم من هالاير فلو ماله هني، وهذه حق التعبئة للجهة. هذا المبسم تقدر تغيره، تقدر تشتري لك واحد ثاني، فما لك اي كلام. فهاي السحبة مسوينها حق الهاي نيكوتين وحق السولت نيكوتين وهم حق النكهات العادية الثري ام جي. فطريقة تركيب الكويل هذه الاير فلو اللي موجود في الكويل اكو واضح عندكم، شفتوا شلون؟ هذه هم هذه بعد، شوف الفرق بين الاير فلو مال هذه 0.8 اوم والفرق بين الاير فلو اللي هو 0.6 اوم. طبعا في فرق اكو بين لكم واضح حين، وتشوفوا الاير فلو هني اكبر. المهم احنا بنستخدم الكويل اللي هو 0.8 اوم بهالطريقه تتركب الكويل. لاحظوا يا شباب هالجهه يكون هالخط ابيض هالجهه، تضغط عليه بقوه. طبعا السيل الابيض بيركب هالجهة هنا. أوضح لكم أكثر. هنا أنا بروح بعبي نكهة هي اللي رمانة اللي ما عليها كلام ما عليها إقبار. شفتوا كم الام جي؟ 6 ام جي. هم بروح أعبيها ذي البود. طبعا عقب ما عبيت الرمانه 6 ام جي فلازم ننتظر من خمس ل 10 دقائق عشان الكويل القطن في الكويل يتشبع. طبعا حسب ما ذكرت لكم سابقا ان الكويلات اللي هم كانوا الاثنين الموجودين ويا السحبه هم اثنين هم بيكونون مش نورد مش اللي يركبون على سحبه سيجاره نورد، يعني كويلات النور ما يركبون على ذي. تسحب الحبة للجهة ترفع البود من هنا. هالطريقة تركبت البود تطلع لك إضاءة انك شبك. شوفوا هاي هي النورد، هاي كويلات نفسهم اللي يركبون على ذي السحبة. خلنا نسحب يا شباب ونشوف أداها. أنا هنخليها على السوفت. طعم النكهة يعطيك 100%. فنستخدمه على النورمال الوات متوسط. بعد أداها ممتاز، خلينا نحط على الهاي اللي هو 25 واط. بصراحة يا جماعة الخير الطريقة تركب الرابلة دي السيليكون
حق التعليق. يا جماعة الدقيق، هذه العلاقة تبع شركة سموك. الطريقة تصير تركب الجهاز. طبعا يا جماعة الخير، السحبة ذي ما عليها أي كلام، أن هاي تصلح حق الهاي نيكوتين والنكهة العادية والسولت نيكوتين. بس حق السولت نيكوتين لازم تستخدم الكويل اللي هو استخدمناه قبل حق النورد، اللي هو 1.4 أوم اللي حق السولت نيكوتين. أما باقي الكويلات اللي بيكون 0.6 أوم و0.8 أوم، هذه حق هاي نيكوتين والنكهات العادية. فهاي السحبة يا جماعة الخير اللي اسمها ترينيتي ألفا، تصلح كشيشة عادية وهم تصلح السحبة السيجارة. شو يا جماعة الخير، هاي الاير فلو اللي حق سحبة السيجارة نفسها، شوفوا فاتحة كوي، يعني هاي الاير فلو. السحبة ما عليها كلام، يا جماعة الخير هاي السحبة متوفرة في محلة سويب مشاهد مسجد أبو بكر الصديق على شارع المعارض. يعطيكم العافية ودمتم سالمين.